بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بزراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. بنتكلم عن ظاهرة اسمها القديمة بالإنجليش أو بالعربي بيسموها ظاهرة الاستسقاء. وباختصار شديد ظاهرة الاستسقاء دي ما هي إلا عبارة عن مياه بتتجمع في بثرات كده أو في حاجات بلورية زي اللي حضرتك شايفها دهيت قدامك على السطح السفلي للأوراق، تمام، وبيبقى فيها عبارة عن مياه تحت سطح الورقة، تحت سطح الورقة، تمام، بتتكون القديمة دهيا أو ظاهرة الاستسقاء دهيت بتتكون البثرات دهيت أو ودي سببها يعني عامل فسيولوجي أو اضطرابات فسيولوجية. السبب بتاعها إيه؟ العلماء بتوع برة بيقولوا إن سببها ثلاث حاجات. أول حاجة الإضاءة الضعيفة، ولذلك هي ما بتظهرش في الصيف، بتظهر في الربيع والشتاء أكتر من الصيف، تمام؟ نمرة واحد، قالوا الإضاءة الضعيفة، لما النبات ما يكونش واصل له إضاءة كويسة بيحصل المنظر رهون، مع زيادة الرطوبة في البيت داخل البيت المحمي، مع زيادة الرطوبة الأرضية أو الري يعني بمعنى أصح. التلات عوامل دول مجتمعين بيكونوا لنا قصة القديمة دهيا، ودي بتظهر يا جماعة في الحقيقة على الأوراق. وبقول لك لو أنت أخذت الجذور كمان وشفتها هتلاقيها ظاهرة على الجذور. في الأول بتكون بثورات كده هو أو بقع بلورية كده زي الإزاز على السطح السفلي للأوراق، سرعان ما بيحصل إن الحاجات دهيت بتبدأ تنشف، وبالتالي بتخلي الورقة شبكية، وبالتالي بتنهي على الورقة تماما، بتنهي على الورقة تماما. الملاحظ في دي لا مبيدات ولا أي حاجة، إذا أزلت العوامل اللي هي مسببة إذن هتخلي لك شايف المنظر بقى اللي قدامك ده هو تأهديت بعد ما ابتدت يعني الصورتين الأولين في البداية دي في النهاية ابتدت تعمل لك المنظر ده هو رطوبة أرض. لو أنت أزلت الأسباب اللي هي سببت المنظر ده هو أكيد الدنيا هتبقى كويسة معك، لا عايزة مبيدات ولا حاجة. إلا إن علماء برضو الغرب بيقولوا نهتم بحاجتين اتنين اللي هم إيه، بالإضافة للعوامل إن الرطوبة الأرضية الري يكون في المعقول، وإن الإضاءة تكون كويسة، وإن الرطوبة في البيت المحمي يكون التهوية كويسة، بيقولوا نزود التسميد البوتاسي والتسميد الكالسيوم علشان ندعم الجذور بتاعة الخلية بحيث النباتية، بحيث ان هي ما يحصلش الوضع اللي انت شايفه قدامك ده هو اللي بعد كده هيتفقع ده كلته او هيجف وهيسيب الورقة عبارة عن شبكة غربالية. بشكر حضراتكم وبتمنى ان احنا نكون استفدنا من الكلمتين ان احنا قلناهم ده هما، ونعرف يعني ايه القديمة. لما واحد يتفلسف عليك ويقول لك القديمة تبقى انت عارف يعني ايه القديمة. اوكي، شكرا لحضراتكم وبتمنى لكم جمعة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.